أهلا بكم أعزائي الطلاب في السلسلة التعليمية لمادة الجغرافيا الصف الثامن. مناخ ونبات متنوع وحياة حيوانية زاخرة. سنتحدث في هذا الدرس عن أولاً الحيوانات البرية، ثانياً الشبكة المائية. تحدثنا في الجزء الأول من هذا الدرس عن أهم الأقاليم المناخية والنباتية التي تسود قارة أوقيانوسيا، ولاحظنا تنوعاً في أقاليمها النباتية والمناخية. وسندرس في هذه الحلقة أهم الحيوانات التي تسود وتنتشر في هذه القارة، وسنبحث في أهم الأنهار والبحيرات الموجودة في هذه القارة. أولاً الحيوانات البرية. يوجد في قارة أوقيانوسيا حيوانات أصيلة كالكنغر والكوالا وحيوانات أخرى أدخلها الأوروبيون. تعيش في القارة حيوانات عديدة، منها من يقوم بهجرة فصيلته ومنها ما هو مستوطن في القارة كالكنغر والكوالا، ولا سيما فوق جبال أستراليا ونيوزيلندا. وقد أسهمت الطيور المهاجرة في إدخال نباتات جديدة وبذور فواكه بما تلتقطه وتحمله معها من مكان لآخر كالنورس البحري والبط الطائر. ويوجد الببغاء في الجزر البركانية، كما تنتشر الحشرات كحشرة الملاريا وحشرة الحمى الصفراء، بالإضافة إلى التماسيح والأفاعي السامة والتي تنتشر في غابات القارة وتشكل خطراً حقيقياً على حياة الإنسان. كما أدخل الأوروبيون أنواعاً تتكاثر بسرعة من أجل صيدها كالأرانب والوعل، وطيوراً تأكل الحشرات الضارة. وقد أسهمت هذه الكائنات الحية مع تقدم الزراعة في القضاء على بعض الحيوانات الأصيلة، ومع ذلك فإنه ما يزال هناك بعض الطيور التي تزين المظهر الطبيعي لتلك الجزر كطائر التوكان. سؤال صح أم خطأ؟ يوجد الببغاء في الجزر البركانية من قارة أوقيانوسيا. ثانياً الشبكة المائية. تعتبر القارة فقيرة بشبكتها المائية، وتضم أنهاراً موسمية الجريان، وتكثر فيها الأودية الجافة وبعض البحيرات والأنهار ذات التصريف الداخلي. يرتبط وضع الشبكة المائية في القارة بالمناخ السائد، حيث تكثر الأنهار القصيرة في الشمال. أما في الشرق فالأنهار تعبر المرتفعات الجبلية الشرقية بخوانق، ويستفاد منها في بناء السدود وتوليد الكهرباء، ولكنها لا تصلح للملاحة إلا في الأجزاء الدنيا منها. في الغرب تكون الأنهار مؤقتة الجريان، والنهر الوحيد الذي تصل مياهه إلى البحر هو ملتقى نهري دارلينغ وموراي. ينبع هذا النهر من المرتفعات الشرقية ويصب في
في الخليج الأسترالي الكبير بعد أن يرفده نهر دارلينغ، ويبلغ طوله 4068 كيلومتر. ولندرة مصادر المياه في القارة ولا سيما في أستراليا، تم إنشاء العديد من السدود على الأنهار لتأمين المياه للمدن وللمساعدة في الري. سؤال صح أم خطأ؟ يوجد الببغاء في الجزر البركانية من قارة أوقيانوسيا. الجواب صح. بحيرات القارة. تقع أكبر البحيرات في المنخفضات الوسطى، وأهمها بحيرات تورينز وكنزي. تكسو أجزاء بحيراتها صيفاً قشرة ملحية يمكن استثمارها، تشبه السباخ التي تتشكل في سوريا كسبخة الجبول. سؤال الحلقة، ما هو نهر موراي؟ كيف أسهمت الطيور المهاجرة بإدخال نباتات جديدة إلى القارة؟ أسهمت بإدخال نباتات جديدة وبذور وفواكه بما تلتقطه وتحمله معها من مكان لآخر. ما هي أهم الحيوانات المستوطنة في القارة؟ الكنغر والكوالا تستوطن في جبال أستراليا ونيوزيلندا. صح أم خطأ؟ تعتبر قارة أوقيانوسيا فقيرة بشبكتها المائية. صح، تعتبر القارة فقيرة بشبكتها المائية. جواب سؤال الحلقة السابقة، تحدث عن الإقليم الصحراوي. الجواب، الإقليم الصحراوي يغطي وسط وغربي أستراليا، متوسط حرارته 29 درجة صيفاً و 11 درجة شتاءً، نادراً ما تسقط فيه الأمطار وتنمو فيه الأشواك والأدغال. وبهذا نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم. للاستفسار عن أي معلومة أو فكرة، تواصلوا معنا عبر العناوين التالية. دمتم بخير والسلام عليكم.